اهلا اصدقائي، عاملين ايه النهارده؟ مع بعض هنوريكم طريقه سهله جدا وبسيطه لصنع زينه رمضان. الطريقه سهله جدا على قدنا كده يعني. طبعا انتوا عارفين ان كل الحاجات بتاعتي بتبقى بسيطه وكلها بتبقى موجوده في البيت. الحاجات تبقى 2 أو 3 بالكتير، او 3 بالكتير ممكن، يعني سهله خالص. تعالوا بقى كده اهو نوريكم ازاي بنعمل طريقه الزينه اللي انتوا شايفينها دي. انا كنت رايحه بين داوود بجيب شويه حاجات، انا وبابا وماما اخواتي. فقلت في بقى مجلات طبعا كده في السوبر ماركت دايما، فقلت استغل المجلات دي استغلال كويس وجميل كده لزينه رمضان. واحنا عارفين ان احنا في المدارس وبنبقى فاضيين كده ومضمنين هنعمل شويه حاجه. تعالوا يلا كده نوريكم الطريقه الاولانيه. اول حاجه هجيب ورقه، الورقه ديت اهوت، ويتنيها مره واحده بس كده. ناخد معلش زي ما طلعوا في الحته دي، بنعملها من كده احسن عشان تبقى احسن لما نيجي نشدها، لما نيجي نعملها كده احسن من جنب تبقى احسن. قال كده اهو، اول حاجه بنقص من مره من هنا كده. نعملها كده اهو، نستمر على كده. انا جديده انا جديده لسه، فعايزاكم بقى ايه تشجعوني عشان اعرف اعمل لكم فيديوهات تانية جميله. لما انتوا تدعموني وكده فاعرف اعمل فيديوهات تانية. انا كل فيديوهاتي عباره عن التنزه والرسم والحاجات يعني كده جميله، والطبخ وكده حاجات جميله. بنروح بقى فردين يعني الورقه، هي كانت متنيه، نروح فردينها كده ونشد. ايه رايكم يا اصدقائي في الجمال ده كله؟ يلا بينا كده نبدا بقى في الخطوه اللي بعديها. لما يقابلني الورق الزائد ده بنروح عاملين له بالمقص عادي، مش بيدور اي، مش بيدور الزينه نهائي. بصوا كده دور الجنب ده ما ضروش، انا بس اشوف من هنا اهو، شايفين بقت عندي الزينة جميلة جدا وحلوة. تعالوا بقى كده اهو نعمل زين كمان طريقة للزينة. هاخد ورقة برضو واتنيها مرتين، ادي مرة وكمان مرة اهي. ونقصها برضو زي ما احنا قصينا الزينة اللي قبلها. مش لازم ورق مجلات، اي ورق عندكم، اي ورق رسم، ورق رسم بياني. انا ليه قلت ورق رسم بياني؟ عشان ورق الرسم البياني ده دايما بيبقى طبعا كبير. المهم اي ورق، اي ورق عندكم، اي ورق متوفر عندكم تقدروا تعملوا بيه الزينه ديت. انا قلت عشان بس ورق المجلات، طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو الورقه بتبقى ملونه، فقلت استخدمها بدل ما اجيب ورق ملون نستخدم ورق المجلات. في نفس برضو كمان الورق العادي برضو بنعملها بنفس الشكل ده اهو، شايفين زينة جميلة جدا. وبنعمل على قدنا، مش لازم تكاليف، ما فيهاش اي تكاليف خالص، حاجات دايما كلها موجودة في البيت. ودايما الحاجات بتاعتي زي ما احنا عارفين كده اهو، حاجتي دايما، الحاجات بتاعتي دايما كلها بسيطة، مش بتحتاج اي تكاليف اهو، شايفين. هنبدأ بقى كده اهو نفرد
الزينة افرد كده اهو. احنا برضه طبعا زمان قلت لكم عملناها تنيناها مرتين، هنتنيها قصدي هنفردها مرتين. شو شايفين؟ بس عايزة حد يمسك معايا كده عشان اوريكم. شايفين؟ جميلة ورائعة، شكلها جميلة حلوة. ادي اهو شايفينها، طريقة سهلة جدا وبسيطة، يعني حاجات سهلة وبسيطة جدا. ياريت تشيركوا الفيديو وترنوا الجرس، تعملوا لايك وتنشروه، عشان طبعا تعرفين زي ما قلتلكوا ان انا لسه جديدة بالفيديو، فبقى شجعوني. السلامة.